السلام عليكم. ظرف ملاحة العالمي وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي الدموع خلال حفل مراسم تسليم السلطة بينه وبين خليفه رياض مزوار وزير الصناعة والتجارة وغيثم مزوار الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي والإصلاح الإداري. الوزير ملاح حفيظ العالمي أجهش بالبكاء في مشهد مؤثر، وذلك بعدما أظهر غيابه عن تشكيلة حكومة جديدة تساؤلات وحسرة لدى المغاربة بالنظر إلى نجاحاته التي حققها أثناء تقلده لمنصب الوزارة في حكومة العثماني المنتهية ولايتها. الوزير العالمي الذي التمس الإعفاء من الاستوزار لأسباب شخصية تطرق في حفل تسليم السلطة إلى مساره البارز والحافل بالإنجازات، متمنيا التوفيق والنجاح للوزيرين رياض مزوار رفيقة مزوار خدمة للوطن.